عايش بصلح كور لعيال بفرح، كل اللي جه زعلان خرجته متبسم، الكرة لو فرقعت عمك يصلح، قوم يلا كمل لعب، شوف فرقتك قسم، باصي لزميلك الحياة مشاركة، واقسم رغيفك تلقى فيه بركة. السيرة هي الورث والسمعة والتركة. اهلا وسهلا، ازيك يا حاج مصطفى؟ الله يخليك. ايه المحل الجميل ده؟ ده انتوا منورين الدنيا والله، محل جميل قوي. الله يخليك، الله يخليك يا استاذ رضا، وشارع جميل. الله يخليك. انا بقالي 50 سنه هنا. 50 سنه في المحل ده؟ في المكان ده. 50 سنه بتاع كوى. كان والدي، كان والدي هو اللي موجود، وطبعا انا لما توفى توصلت انا بقى. وبتصلح كور؟ بصلح كور، بس كنا اصلا بنصنع. وبطلت تصنع ليه؟ الصين بقى فتحت، بقى بوظت الدنيا. طبعا الكور رخيصه. رخيصه، خاماتهم رخيصه. لكن كنت بتصنع بنعملها، بنجيب جلد نقطعه ونفصله ونجمع الكوره. نجمعهم مع بعض نعمل كوره. والكوره الجلد دلوقتي في كور بلاستيك وكور ما هو كتير. ده بقى المشكله، هم دلوقتي الناس بتبص لمنظر الحاجه، الفينش بتاعهم. انما ما تبصش لحاجه عمليه، لا. وبعدين النهارده ما فيش حد بيعمل كده، لان هي انقرضت تقريبا. بس الكور لسه في كور جلد طبيعي وفي كور بلاستيك حسب سعرها بيعمل. بقى ما حدش بيعمل، حدش بيعمل. ممكن تيجي من بره بس كله صناعات. وبعدين في بتاع ده الكور اللي بتيجي منظر، وبعدين كور غاليه مش رخيصه. بس يعني الكوره اللي ب 500 600 جنيه دي صناعي؟ بتوصل 3000 جنيه وصناعي بقى. معقوله؟ والله 3000 جنيه كوره؟ بتوصل اللي هي بتاعت المباريات، بتاعت المباريات. ومحلك هنا، احنا في ظهر قصر عابدين. معروف يا حاج؟ انا الدنيا كلها تعرف. الله اكبر. الحمد الله لله. حاج مصطفى كوره. ايوه الشهره كده. الشهره حاج مصطفى كوره. ويجوا لك مخصوص في المحل بتاعك؟ يجوا لي علشان يجوا لي، لان انا يعني معاملتي مع الناس الحمد لله كويسه. زباينك يعني اغنياء ولا فقراء ولا عاديين؟ لا ولا ولاعيبه كوره وبتاع. ولاعيبه كوره مشاهير. ولا بتاع ده، وبيعملوا عمليات ومش عارف ايه، فكله شغال على كده دلوقتي. طب تيجي بدل ما هنا دوشة قوي يا حاج نتمشى كده؟ طب يلا. واخدني على فين في الشارع؟ لا هدخلك على مكان انا سوق الليمون. ومكان هادي، انا لما بخلص بخش اقعد فيه على اساس هدوء. ده زي قهوة كده؟ زي قهوة. هي الشوارع القديمة دي أحلى. أيوة حاجة. أيوة، بيبقى فيها أماكن كده مستخبية. أيوة. وكل ما تلاقي كده يمين تفتكر انها قرى سد، بيطلع لك الشمال على طول. اللي بيخش كده في قرى سد، انما في جوه في قهوه. بعد ما بخلص احب اقعد هنا شويه اهدى اعصابي. ده يعني مكان كويس وفي نفس الوقت بعيد عن الناس. هو بعيد مع ان احنا في حته كلها حارات وشوارع، وفجاه أيوة. تلاقي انفراجه كده. قلب باب الخلق. هنا في قلب باب الخلق. اللي ورانا ده مدان باب الخلق. ده جامع الحين. ده جامع الحين. وورانا هنا شارع رئيسي. ما هو هنا ده الشارع ده طالع شارع بورسعيد، طالع على السيده، الناحيه الثانيه شارع محمد علي. والشارع ده كان بيمشي فيه زمان، كان بيمشي ترمايات. الترماي صح؟ اللي بيروح الاماريه والوين، واللي بيروح العباسيه، رود الفرج، يعني كان ده محطه رئيسيه تعتبر. يعجبك زمان عن ما يعجبك دلوقتي؟ اكيد الروقان بتاع الحال بتاع البلد احلى من دلوقتي بس الدنيا زحمه. بس انت شكلك رايق يا عم مصطفى. الله يخليك يا استاذه، بس لما شفتك والله شكلك طبعك رايق. الحمد لله، ما احبش انرفز نفسي يعني ولا ضايق نفسي. يمكن المهنه دي، بما انك شغال نفس المهنه بقالك سنين. وبتتعامل مع حاجه ممسوكة كده. أيوة. يمكن ده بيهدي الأعصاب. ماشي، بس برضه هي طبيعة في الإنسان. يعني أنا طبيعتي كده، ما أحبش أضايق نفسي، حد يضايقني بتاع، ما فيش عندي الأخو على شعوري. لا. مين اللي علمك المهنة دي يا عم؟ والدي أصلاً كان بيصنع الكورة دي، فأنا حبيتها وأنا معاه. كان معانا ناس وبتاع، كان لاقيني أنا أجي من المدرسة أقعد عايز اعملها، قال لي انت غاوي يعني؟ بقيت اشتغل من وراها.
طبعا لما كبرت بقى وتوفى كملت انا بقى المسيره. في السنوات كده بدات الصين تنتشر، تلاقي ولادك بقى ما اشتغلوش في نفس الحاجه. انا اولادي علمتهم، انا كنت بروح بورسعيد واروح الاسماعيليه والانطره عند ابني الكبير، ما كانش يسيبني يقول لي لا علشان ما تتعبش اجي معاك. ليه كنت بتروح بورسعيد؟ كنت بشتغل هناك، بيجيبوا لي كور فيقولوا لي نجيبها لك هنا، اقول لهم لا انا جاي لكم اخلصها هناك علشان ايه تبقى المكان هنا عندي مش ما استحملش الحاجات دي. كان نادي مثلا بتعامل مع نادي؟ نادي انا كنت علاقتي بلعيبه الاسماعيليه كتير، محمود حسن، عاطف عبد العزيز، حماده الروم، الناس دي كلها نجوم الفريق الاسماعيلي، نجوم الاسماعيلي سعفان. فكنت بروح وباجي، كان الواحد برضه لسه صحته حلوه يعني، فالحمد لله يعني الواحد برضه لف الدنيا وعاش مع الانديه كلها وحبايبي كتير فيها. انت اهلاوي ولا زملكاوي يا عم؟ لا اهلاوي. انت اهلاوي، انا زملكاوي. معلش. لا معلش قوي، معلش بعرف كده بس طلعتها قوي. يعني جالك واحد اهلاوي ولا زملكاوي تخلص كور مين الاول؟ لا والله بصي ما بفرقش انا في الحته دي، بخلص الاثنين، اللي جه الاول بعمل له حظ جدع، انما اهلي وزمالك ده تعصب ده حاجه كده معانا نفسينا احنا، انما علشان خاطر ان انا اميز ده عن ده لا. طب والسعر تحدده على الشغل ولا على شكل الزبون كده؟ لا على الشغل، لا على الشغل، دي فيها كذا بعملها كذا، دي فيها كذا، ما ممكن جايبها ما اعرفش الفخه وانا الفخه عادي. هي ممكن يجرى لها ايه الكوره يعني؟ تتخرم. تتخرم؟ اه، لان اغلبيه الانديه عامله حديد وبتاع شبك والكلام ده، فبتيجي بتتخرم. وكور الولاد بيجي لك ولاد عاديين ولا بس أندية؟ لا والله هو أندية وولاد برضه عاديين، حتى العيل ما ببصش أقول عاجل يعني، برضه ببقى حنين معاه. تبقى حنين مع العيال؟ اه، جيل هنا العيال كلها تيجي عايزين نمسك في الكورة دي ويجي يديني فلوس أقول له لا، أقول له عاجل يعني ده جاي واخد مصروفه هاخد منه؟ أقول له لا اجري هات لك حاجة يلا. مين أكتر مشاهير تعرفه من لعيبة الكورة بيجوا لك؟ حسين الشحات كان بيجي لي هو والده، وصلاح ريكم هنا. النجوم يعني القدام ما يجولكش؟ القدام والله لا، يعني الخطيب حسن شحاته، كان عندي فاروق جعفر، عمر النور بتاع نادي الزمالك الله يرحمه كان قريب عندي، كان بيجي لي بقى من الترسانه مصطفى رياض الشاذلي، كمال الشاذلي. اه كنت بقى في اختبار بيوم، وكنت لما اروح اقعد معاهم يقول لي تعالى اقعد معاهم. النهارده اللعيبه اللي بتلعب كلها بتبص الملايين طبعا. اه طبعا، وهو ده يعني حال الدنيا، لأن ده مستقبلهم وقت عيشهم. كرة القدم هي الفن والموهبة والطموح، هي الحزن والفرحة والتنافس والأخلاق. في 90 دقيقة بس تقدر كرة القدم تعيشك كل المشاعر الممكنة. وزي ما الحياة ليها فلسفة، الكورة كمان ليها فلسفة، فلسفة المكسب والخسارة والتحدي والأحلام المؤجلة لكن الممكنة، مش مجرد 22 لاعب بيجروا وراها. فأقل من 100 سنة أصبحت كرة القدم شغف كل الناس، بتدفع فيها مليارات، وبتكون سبب أحياناً في الخصام والخلاف، وسبب دايم للحب والتآلف ومتعة المنافسة. ما بتسلحش كور غير كور القدم يعني، كرة باسكت، كرة هاندبول، أي من جميع أنواع الكور الحمد لله. يعني كرة زي دي مثلا آه. تتعمل ازاي؟ أنا بفتح بفتح مثلا من الخياطة كده وبطلع القلب اللي جوه وبركب قلب بداله. القلب هو اللي يبقى مخروم زي كاوتش العربية آه. وتخيط بالزبط. بقى الجلد وبرجعها زي ما كان. تاخد وقت قد ايه يا حاج عشان تعمل؟ يعني انا عشان اعملها ما تاخدش غير 10 دقايق. 10 دقايق؟ اه. وترجع الكوره تاني؟ ترجع الكوره زي ما كانت. حاج انت كنت بتلعب كوره شراب وانت صغير؟ انا عملت الكوره سفنه. كوره سفنه؟ بصنعها اه. ها. لف عليها خيط وكله وبتاع. انما انا بحكم ان انا كنت موجود ووالدي كان بتاع كور، كنت ممكن اخد كوره زي كده، كان في زمان كوره برباط. اه. بتبقى ليها رباط كده. تلف الرباط مش خياطه زي دلوقتي، لا مفتوحه
وبعد ما نركب البالونه وننفخها نعمل نزكيكها زي ما قصدك الجزمه. بس ده انت مطور بقى يعني، عملت سفنج وعملت كنت اي حاجه بقى. بقول لك حابب الشيء بيعمل في اي طب حاجة. ولعيب يعني بتعرف تلعب؟ لعبت فتره برضه كنت بقى في جون بصراحه. تقف جون؟ اه. وبعدين اقول لك على حاجه، النهارده حب الكوره بقى اكتر من زمان. كان زمان الناس بتلعب علشان غاويه حباها، النهارده بقت بيزنس. عملت كور انت بقى مخصوص لناس من دول، من لعيبه لا مخصوص؟ لا والله احنا كنا زمان والدي بيتعامل مع كابتن الاهلي احمد مكاوي. احمد مكاوي؟ اه. فما كانش بيجي السراج من بره بعد 67 والحاجات دي، فكنا بنعمل له الكور دي كان وكنا بنديها له بنشتغل له مخصوص. عملت كوره لعادل امام في فيلم الحريف. اه. ايه عملت بقى له كورتين. كان عايز لانه طالع بدور كفيف. اه. فعايزين يلعبوا كوره مع بعض، فعايز يعمل لها عايزين جرس فيها عشان لما الكوره تتدحرج تعمل الجرس ده. الفيلم لما كان كفيف ما كانش الحريف، ده كان امير الظلام. امير الظلام. ايوه. آه. فالمهم عملت له، قال لي بعت لي واحد عايزين كوره، عملت له كورتين. قلت له كورتين اهو، علشان لو واحده باظت تبقى معاك كورتين. صح صح. آه. بس شحت ابو كف عشان زملكاوي ما عملتلوش. لا ما رضيتش بقى. لا. انت ساكن هنا يا حاج ولا بتروح وتيجي؟ لا بروح وباجي. بيتك فين؟ انا ساكن في النهضه. في النهضه؟ انا بس انا اصلا كنت ساكن في القلعه. في القلعه؟ آه. القلعه لايقه عليك اكتر. بس كنت بروح وما اروح واجي ماشي. ماشي. ما اقول اركب ليه؟ انا ماشي بنشط نفسي. طبعا هناك الوضع اختلف بقى. بس دلوقتي ولادك ساكنين قريب منك؟ في العبور. في العبور برضه. آه. يعني انت كبرت يا حاج، مش عايز تستريح بقى تقعد في المينا في العبور دي؟ ولادي بيتحايلوا عليا. اه اكيد. والنبي كفايه عليك كده. والحمد لله انا ربيتهم كويس وعلمتهم وكبرتهم من الكار ده. والمهندس والمش عارف من الشغلانه دي. آه الحمد لله بقى. طيب. الواحد برضه يعني بيفتخر بكده طبعا. اه. وبعدين هم اتعلموا الكوره برضه. اتعلموا كوره؟ تصريح الكوره. اه والله. بس بقى الكلام ده كانوا هم في الاجازات، وكان عندي ابني الكبير لما اروح بورسعيد او اسماعيليه يروح معايا يقول لي لا ما تسيبكش لوحدك. طب ما بطلت الشغل ليه؟ والله ما اقدرش اقعد في البيت. صعب عليا. انا تعبت فتره كده وكنت بنزل من ورا اولادي ويجوا يتصلوا بيا يلاقوني هنا يجوا ياخدوني من هنا. اه والله. فحب الناس والواحد يخرج للدنيا لازم يعيش الحياه. ومراتك ما تقولكش خليك بقى راجل كن بقى كبير تقعد بقى شويه؟ والله بيتحايلوا عليا بس هما بقى اه تقول لي لا انت ايه اللي نزلك؟ ما اقعد بقى وخلاص ورايح نفسك. لا لا ما اقدرش. بتحب الكوره اكتر منهم يعني؟ لا مش اكتر من ولادي يعني. بس هي الكوره دي تعتبر راس مالي. صح. اللي انا اتعلمتها وهي دي اللي عايشتني طبعا. اه. ومبسوط ان اسمك مصطفى كور. الحمد لله. ما هو ده برضه الاسم ده اللي سبب. كان زمان في تليفون ارض عند بقال بره هنا، كان اللي يجي يندى ما كانش فيه موبايل، اللي يجي يندى انا عايز عم مصطفى واخد رقم. ففي واحد اسمه مصطفى برضه لما مني بتاع سوسر، فيجي يندى عليا اروح يقول لي لا ده انا عايز عم مصطفى بتاع سوسر. قلت لهم بقى انا اقول مصطفى كوره ومصطفى سوسته. مصطفى سوسته. فهي من هنا اتسرقت الكلمه. طب انا عايز اقول لك حاجه بقى يا عم مصطفى. قول يا حبيبي. تفتكر حد صغير في السن ليه طقطان على انه يجيب كوره ويقعد يرتبها ويعملها ويصلحها؟ ما فيش الكلام ده. النهارده الشباب اللي طالع عايز حاجه سريعه، حاجه يكسب. بس انا علشان حبيتها وغويتها ومهنه ابويا فضلت فيها. الحمد لله الواحد بيحمد ربنا وربنا يديني الصحة يا رب. ربنا يديك الصحة وطولة العمر. الله يخليك يا حبيبي. لما بتتفرج على التلفزيون يا حاج وتشوف الكورة والماتشات، حاسس إن الماتشات زمان كانت أحلى ولا دلوقتي أحلى؟ هو في تطور طبعا. النهاردة بقى في لياقة عن الأول. شفت آه. السرعة؟ آه. لما تشوف ماتش قديم وتلاقي لعيب من دول بيحاول. آه. انما ده النهارده بقى في مكان. احنا هنا بقى ده سلو البرنامج بتاعنا. آه. معانا دايما بنصور فوتوغرافيا كتير وبنصور صوره بورتريه. آه فنان بورتريه. آه. جميل معانا اسمه. آه. عبد الله بيكون بيعمله. اتفضل يا عبد الله.
الفنان البورتريه. الله ايه الجمال ده يا عبد الله، مشكلين اهو. اتفضل يا مصطفى. الله يخليك، ان شاء الله بقى تفتكرنا بالخير ان احنا ما عطلناكش ولا حاجه. الله يخليك، متشكر قوي. النهارده لما قابلت عم مصطفى كوره أدركت إن الرجالة فعلاً أصحاب الحرف وأصحاب القهاوي وأصحاب الورش محظوظين، لأنهم عندهم حياة تانية، أسرة تانية في ورشهم وشوارعهم القديمة وأحيائهم الحلوة. النهاردة في باب الخلق فعلاً شفت الخلق اللي قريبة من بعض، كأن بينبسطوا لما ييجوا شغلهم كل يوم زي ما بينبسطوا لما يروحوا بيوتهم. الشارع بيتهم التاني.